أطلق تحالف الصيادة حملة إغاثية تحت شعار إفطار صائم في مخيمات النزوح في بزيبز بمناسبة شهر رمضان المبارك. وأكد القائمون على الحملة أنه من الواجب على كل إنسان شريف خدمة أهله النازحين، خصوصا في هذا الشهر الكريم. من جانبهم ثمن نازحو بزيبز دور التحالف المستمر في دعم أهلهم في عموم المناطق المحررة. حطت قوافلنا اليوم قوافل سيادة رحالها في مخيمات بزيبز لتلبية احتياجات المواطنين فيها، وهيئت لهم السلة الرمضانية لسد بعض احتياجاتهم الغذائية في هذا الشهر الفضيل. أشكركم على هالمبادرة الحلوة، وفرحين اليتيم وفرحين الفقير، والله فرحتونا. إن شاء الله ميزان حسناتكم ووقوفكم هاي ويانا ما ننساها، والله جزاكم الله خير، ورحم الله والديكم إن شاء الله ميزان حسناتكم. نشكر تحالف السيادة على هذه المساعدة، سأل الله يوفقهم ويحفظهم، والله العظيم فرحونا. وقاعدين بهالمخيم يعني حالتنا حيل تعبانة، يعني المخيم هاي ترى بهاي الغبرة، يعني الخيمة تطير تركض ونركض وراها نجيبها، يعني حالتنا حيل تعبانة. أسأل الله يوفقهم إن شاء الله يساعدونا.